قرار تونسي عاجل غلق ملعب رادس لو الأهلي موجود في البطولة الإفريقية. كابتن حمادة صدي، ينضم خالد بن يحيى لكتيبة الإعدام أو كتيبة ضحايا الأهلي في رادس، يعني ضحايا الأهلي في رادس صح التعبير. يعني عندك نبيل معلول، فوزي البنزرتي، النهارده خالد بن يحيى. احنا قلنا كده، قلنا ان هو كان عايز يخرج من الدايره ديت، لكن الاهلي الحمد لله رب العالمين كابتن تفوقوا في المباراه.